أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين واقض دين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ذرفة عين ولا أقل من ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا داعيا إلا نصرته ولا غائبا إلا رددته ولا غائبا إلا رجعته ولا مفسدا إلا أصلحته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عدوا إلا هزمته ولا مظلوما إلا أعنته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارضنا وارض عنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين هادين مهديين غير الضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا وأئمتنا الأخيار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.